سلام صحابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مهم اليوم كاين واحد البرد، يا سلام. ولكن انا لبست الجلابه ديال اختي، غنمشي نقاد شعري اليوم، غنحيد عليا هادشي هذا كله والتخربيق اللي كتشوفوه، ندير شي صوان لشعري، وبيان سور ما نديرش داكشي الكيراتين وهذا، حيت انا شعري راه هو هذا. دونك غندير شي حاجه هكا غير اللي تعطي شويه ديال الحياه من بعد التجربه ديال الحمل، وهذا راكم عارفين تكرفص. وغنبدل لا كولور، وشنو ندير اخر، ولا كوب، لا كوب نقاد مزيان. صافي، ندير هادشي هذا فواحد الصالون ما بعيدش بزاف، مروان كنعرفو من شحال هادي، ومن ديما كنمشي عندو. غنعرفكم على الصالون، نعرفكم عليه. المهم هاد الولد هذا الله يعمر راسه، ظريف وخدمته نقيقيه وزوينه، وهو اكثر واحد كنرتاح عنده. هو غير صالون ديال الحومه، ولكن واخا هكاك زعما، واخا ماشي صالون ديال انستغرام وداكشي، مي هو واحد السيد اللي كوريكت وكيدير داكشي نقي، وما عمري شعري زعما تكرفص عنده ولا شي حاجه. دونك عليا انا كنمشي عنده ديما. اول حاجه درت ملي وصلت هي عيطت له، قلت له خويا مروان فوقاش نجي عندك. دونك دابا غنمشي، خليت فينا هنايا، رضعتها كلشي باش نمشي نقاد شعري، ومن بعد غندخلكم معايا. خليكم معايا نتوما تشوفوا داكشي كله اللي غندير اليوم، بقاو معايا. ايوا صافي، دابا غنمشي. درت هزيت كمامتي، هزيت الفلوس، هزيت شنو صافي لي باتري وكاميرتي وداك التخربيق باش نصور لكم لا فيديو. يلا اجي نوريكم واحد الحاجه قبل ما تشوفني ماما. شتي هادي؟ شتو هاد الكورتشا؟ عدلات على ماما، وحده بوحده بوحده بوحده، ولصقاتهم مزيونه، كتحمر صوبات البنه. هي ماما كعزي، ماما عزيزه لي هادشي هذا، كتعدل هادشي اليدوي، كتصاوب جلالب، كتصاوب جلابات، كتصاوب كلشي. وعدلات الفنه، عدلت وحده الفنه وحده الفارس، وانا اللي اختاريت هاد الالوان هادو وهادشي اللي فيها في انستغرام، وصيفطت لها فوتو وهي تديرها زوينه. دابا غادي نحتفظ لها بها حتى تكبر، ونقول لها هادي صافي تاريخ الحنك. يلا معايا، احنا خرجنا موطور طوبيس. احنا خرجنا، ولكن والله حتى الاحساس ديال السعاده، شتي هاد البني والتخربيقات هادو، والله حتى السعاده، حتى موريال كلها كتكون محفوره وداكشي كلشي، سورتو في الصيف باش كيوجدوا الثلج، حيت الثلج كياكل الملح ديال الارض، الثلج اللي كدوب الثلج كتاكل الارض. دونك ديما هما كيديروا اصلاحات. المهم حنا غاديين دابا، وانا نشوف ساره مهبطه شويه الكمامه، وانا نقول لها طلعي غير شحنا نديروا اكزامبل للناس اللي ما كيديروش كمامه. زعما حنا دايرين كمامه، ولكن الصراحه والله الناس ما كيديروش كمامه، حاطينها ديكور. كاين الريح، ما عرفتش واش يتسمع عندكم ولا لا. المهم كاين الريح، حنا قرابين عند مروان، نديرو داكشي اللي قلت لكم. شنو صباغ كاين انا لو ندير اللي كيجي معايا؟ الزعر، الزعر العمار، الزعر العمار. حيت انت زعره؟ انا زعره. الزعر حتى في البنت راه خرجت زعره، واخا هي ماشي بيضاء 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 بيضاء، حلفين بصح انا ما عرفتش اش كنشوفها، شي شويه صمامه بيضاء. اه الصراحه بيضاء، ولكن الحروف ديالها زعيرين. شعر شعر شاتان كلير، شفرين حجبين. بقى معايا، بقى نتغزل لكم في بنتي. دير هذه. احنا وصلنا دابا، جا عندي مروان شاف لي شعري وداكشي، قال لي شعري ياخذ يومين حيت خصو يدير له واحد لو سوان سميتو تيغا كوكو، هو اخر حاجه كاينه. الاثمنه ديالو تتراوح ما بين 1500 ل 1200 1300 بحال هكاك، هما عندهم لا كاليتي اللي زوينه بزاف. هو اللي غيدير لي هذا سوان ناتوريل، ماشي بحال البروتيين ولا الكيراتين، داكشي هذاكشي صعيب بزاف على الزغبه. انا زغبتي رطبه ماشي حرشه، هاد السوان هذا كيصح حتى للدراري الصغار، المرا اللي كترضى ناتوريل، ما فيه حتى شي حاجه. شميت ريحته كيقدروا يخدموه حتى بلا ليكات بلا والو. دونك هو شي حاجه زوينه حتى للدراري الصغار، قال لك حتى 3 ans 4 ans يقدروا يديروا. الا كانت شي بنيته هكا معقدينها في المدرسه ولا هذا بشعرها، مي ما كيصلحش للشعر اللي حراج، كيصلح للشعر اللي هو شويه فهمتوا، غير محروق ولا مثلا ناشف ولا، وكيقادو وما كتبقاش كاع تحتاج انك تصاوبو ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذا هو اللي غندير تيغا كوكو،
وغنصبغ شعري وغنقطعو وهذا الشيء هذا كله غياخد يومين ديال التصاوب. دونك انا غنصور لكم هذا الفيديو على يومين. اليوم غنبدا داك الشيء ديال اليوم وغنمشي للدار وغدا عاوتاني داك الشيء ديال غدا. دونك في الاخر غنوريكم النتيجه النهائيه. صافي هذا ما كاين. صارت تنساح بيا صارت تمشي للدار وتجلس مع ماما شويه وداك الشيء ووجدوا الغدا وهذا. فانا ملي يخرج بابا ديك الساعه هي تجيبها لي غير نرضعها وديها. صافي تجيبها لي نرضعها شويه وتعاود تديها. صافي هذا ما كاين. دونك انا نمشي. هذا اللي كيبان لكم في الفون هو مروان الترافيك. ايوا صافي يلا بقاو معايا. هذا هو اللي قلت لكم هضرت عليه قبيله. قلت لكم شنو داكشي اللي لمن كيصلاح. قال لي راه هو ناتشوريل كيصلح للدراري الصغار ناس كبار. مهم شي وحده كترضع ناتشوريل 100% زايد الثمن شي شويه ولكن شي حاجه اللي هي صحيه كتقاد الشعر وما كتضروش مزيان كتصلح الشعر مضر. اها بحال شعري شي شعر حرش المضر طب ومضر بحال ديالي. واه بحال كوكو بحال ولد كوكو كيجي بجوع كيجي بجوع. اه كيجيك بحال شي كيكه. دابا شنو غنديروا مروان اليوم؟ اليوم غنديروا لو سوان. اها ونقطع لي بوان. اها وغتمشي تنغدا ان شاء الله وغنرجع نديروا لي ميش. لي ميش ولا كوك؟ لومبري. المهم داكشي كله ولا كوك؟ لي بوان توما الاولى ومنين ندير لك لي ميش ولومبري نعاود لك لو سوان. اها نعاودوا لو سوان نقطع لاخر صافي ديك الساعة صافي. المهم دابا انا نوريكم النتيجه ديال لو سوان اليوم وغدا عاوتاني دو سيونس. سيونس 1 نعالجو الشعر عاد باش نابيميو ونعالجوه عاوتاني. صافي سامارش على بركه الله. هانا دابا يلاه سالي لي لابليكاسيون ودابا غنتسنى واحد 45 دقيقه ومن بعد يغسلو ويكملو ويقطع لي لي بوينت ويمشي بحال للدار وغنرجع ابخي غدا ان شاء الله باش نكملو لا كولور. المهم داكشي اللي قلت لكم. كما قلت لكم انا شتي هاد الصالون هذا راه ماشي هادوك لي صالون ديال انستغرام وما عرف شحال عندهم لي فولورز وهذا نو. هذا صالون ديال الحومه اللي انا ساكنه فيها هنايا في كازا. ودابا نخلي لكم الانستغرام لتحت ديال مروان نخليه لكم تدخلوا عنده. هو واحد الولد انجون كيخدم كيدير هادشي هذا وكيخدم مزيان من نيتو فهمتوا. ماشي شي واحد اللي داكشي ديال الزواق. خدمه نقيه وزوينه وبالعقل وبشويه عليه وما كيزربش يومين ثلاث ايام شحال ما يقدر يقول لك سير واجي. المهم كياخذ الوقت ديالو ومن نيتو. وانا ملي كنجي هنا راه ما اشهار ما والو اقسم بالله حتى كنخلص باش كندير. حيت في الاشهار شنو كيديروا لك داكشي اللي ملي كتسالي كدير لا فوتو وصافي ما كيهمش النتيجه ابخي شنو انت شعرك يولي فيه واش يضر ولا ما غيضرش فهمتوا. دونك عليها انا جو بريفير انني نخلص ونمشي عند شي واحد اللي انا باغا واللي انا ديجا مجرباه ماشي باش نكذب وصافي. دونك انا نخليكم انستغرام ديالو حيت كيخدم مزيان ماشي حيت انا دايره اشهار حيت انا والله تعالى نخلص.
النتيجه النهائيه ماشي النهائيه النتيجه اللي من بعد لو برودوي دابا لو برودوي باقي لي فراسي مش تو كيفاش كنت درت بروتيين شعري مي ماشي بحال هكا دابا راه باقي البرودوي شعري غنمشي غنبات وغادي ان شاء الله عاد نرجع ونكملوا الصباغه ونكملوا لو برودوي الشعري مي هادشي هذا كله كيما قلت لكم ناتورال ما فيش دي برودوي كيميك هما بيان سور كيكونوا دي برودوي كيميك مي ماشي داكشي اللي فوق يقدروا يديروا حتى الدراري الصغار كيما قلت لكم وكتشوفوا هذا اللون هذا اللي خرج لي شعري هذا اللون هذا راه هو اللون اللي كان عندي غير هو ملي دار لو برودوي شعري تفتح اللون ديالو ما بقاش كيما كان دابا عاد ولكن عطا واحد لاباز زوينه اللي نقدروا نخدموا عليها الصباغه ديال غدا دونك فوالا هادشي هذا هو اللي كاين بالنسبه ليا اليوم نمشي لافارماسي وغنمشي للدار ونتلاقاو عاوتاني غدا دابا نيشان من هنا ما نوريكمش هادشي هذا غنوريكم غير غدا يلا دابا باي باي اليوم غدا ها انا جيت اليوم نهار اخر ماشي نهار زعما الغد ليه باش شنو غنديروا مروان اليوم راه دوزيام سيونس غادي نديرو لي ميش بلون غنفتحو الشعر اها غنديرو واحد لاكولور زوينه المهم زوينه ماشي داكشي عاد باش غادي تشوفيها ياك اللي غاتجي معاك مع وجهك المهم انا خضرين وداكشي كيبقى يقولوا لي اخويا دايره لي لونتي ديت شحال هذه وين خضرين سوانينا الشعر لحقاش لقيناه ابيمي دابا نديرو لو بلون ومن بعد نعاود نسواني الشعر بنفس السوان اللي هو 100% ناتشورال ما فيه حتى حاجه كيميك صافي وديك الساعه تكون ريزولتا فينال و لا كولور ما يكونش داك الشيء لا كولور ما يكونش تري كلير مي غادي يجي طافي شويه يجي بحال الباج غادي الباج طافي باش ما يجيش بشعشع ما يجيش حيت الصفوريه هي اللي فيها الضو والكويفري هو اللي فيه الضو والليموني كما كنقولوا هو اللي فيه اما حنا داك لي كولور اللي فيهم داك لي راج بزاف ما نديروهمش انطفيو صافي دونك ملي يجيو دي غفلي منين خارجين الله اعلم دير لي هذيك اللعيبه ديال ديك لا فرونش هي غادي تجي كوم سا بلون صافي هذا ديك لو بلون غادا كوم سا كوم سا المهم قدام يبان لك دي تريس هابطين والتحت عامر تخو شارجي مي الفوق ديسكري صافي باش يجي داك الشيء زوين صافي سا مارش دونك هانتوما معايا دابا يبدا الخدمه ديالك سير على الله مروان جاب لي ساندويتش شاركوتري وعصير ديال المونغ دابا انا بس كنتفشش هنايا كنهضر بالجهد باش نغطي على الاستاذه ورده كتغني امنت يا ما يا مشاغلني طيب ما بقاش بزاف
la couleur que tu veux. دابا تنصور لكم في الشمس باش تشوفوا الكولور اللي جات كيفاش جات يا البصح. عرفتوا جايين كنتسلت وكنجري خايفين من البوليس، قلت لها يلا نمشيو كنجريو حيت راه غيشدونا، حيت هذه 8 وربع تقريبا احنا جايين سرت. شتو هذه تقاسلي لي بالصباغه، ويلي السم ديال البرد، وناري. صافي حنا وصلنا، هيا شعل الضو، شعل لي الضو. ماما حول، ماما هادي ولا باقي؟ ماما فهد افتح، فهد افتح. اضواء ويلي اللي متوحشتش فينا، توحشت بزاف، عرفتي بغيت نشوفها شحال ربعة كاينة خمسة سوايع. ماما انا نوريك شعري وقولي كي جاي، صافي غياكسيون ديال بصح. بصح لا لا بصح ماشي على الفيديو، ورا كان عنده صفار كم يغسلوا له حتى هذا هو باقي هو اها زوين لا كوب عاديه. المهم بعدا عرفتي ديك المحرق كله مشى بحاله، بقى لا شفت لك الصراحه هذه البارح راه بان لك ضعيف، دابا تبارك الله حيت كان داير بحال هيدا كان هابط، دابا مزيان اها كان باقي. دابا نشوفو فنا حبيبه فنا، هيا انا ما ويلي تعرفي شي حاجه وخبرك كنت بغيت تاكل عنده، والله بغيت تاكل عنده. لا انا حبيبه والو والو، يلا اجي نرداك حبيبه اجي. دابا انا عييت نتسناك باش ترد عندي، انا دابا كتاكل يا خليها. ايوا انا شنو ندير في هذا الحليب؟ خليها صحابي. مهم انا دابا غنخليكم، ها نتوما شفتوا النتيجه النهائيه ديال اليومين، واقيلا كنظن جا هاد الشيء هذا زوين، لا عجبني عجبني. نمشي للحمام حيت فيه الضو بزاف. المهم عجبتني. نعم يومين اخرى ما تعرفوش ما تعرفنيش ما تعرفني، ما تعقلش عليا، ما نعقلش عليا. صحابي انا جيت عاوتاني باش نقول لكم بلي هذيك لاكوب اللي شفتو دابا ماشي هي لاكوب الاخرى اللي انا درت، لاكوب الاخرى اللي درتها من بعد داكشي بيومين اللي هي هذه. دابا انا بحال هكا عاد حاسه براسي مزيان، درت كوب حيت هذيك الاخرى كانت شويه طويله من اللور ما فيهاش الحياه، هذه حسيت بها احسن وجات واقيله جات لي معاك من مارتي. دونك هادي هي لاكوب الاخرى تا ماما قالت لي زوينه، حيت ماما ديما كدير بحال هاد لاكوب. خليو لي في الكومونتير ديالكم قولوا لي كي جاتني، قولوا لي كي جاني شعري، وانا نخلي لكم لي زانفورماسيون دي كاملين ديال مروان لتحت باش اللي بغى يتصل بيه ولا يجي عنده ولا يصاوب شعرو عنده، راه واحد الولد ظريف بزاف. خليو لي في التعاليق قولوا لي كي جاني التخربيق اللي درت براسي. كنبغيكم بزاف وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي، وسمحوا لي حيت كنتعطل حيت المشكل كاين في الكونيكسيون، مشكل عويص في الكونيكسيون حق الله، واخا ديك فيبر اوبتيك واخا كلشي مشكل عندي كبير في الكونيكسيون. المهم انا كنحاول باش نحط لكم الفيديوهات، صبروا عليا وتهلاو في راسكم، وكنبغيكم بزاف باي باي.